نادر هواري. اليوم رح نحكي على قناة اليوتيوب اللي أنا مشغلها. رح نحكي إنه أنا رح أعمل شوية تعديلات وتجديدات ورح أعزل شوي بالقناة، رح أطورها إن شاء الله بمساعدتكم. فاليوم رح تكون عندنا إن شاء الله بداية جديدة لفيديوهات جديدة، فالقناة رح أعملها أكتر مخصصة تكون للمصورين. شو يعني تكون مخصصة للمصورين؟ فراح أعمل قناة زي باقي القنوات تحكي عن دروس تصوير، تحكي عن معدات تصوير، تحكي عن تقنيات تصوير، مستلزمات التصوير التابعة للكاميرات وللشغلات الباقية. هاي كلها راح نحكي عنها بخلال القناة من خلال فيديوهات قادمة. طبعا راح يكون في تتابع وفي برنامج معين للدروس اللي راح تكون على القناة. طبعا راح أعمل دروس كمان حسب طلباتكم وكيف راح تبعتوا له، إيش اللي راح يهمكم بالمواضيع هاي كلها. أنا كتير بهمني أسمع رأيكم بالموضوع. طبعا تطوير القناة راح يكون من خلالكم، خلال الشغلات اللي انتوا راح تبعتوا لي اياها، ايش بتكون نحكي عن اي مواضيع، بتكون يانا نحكي عن اي كاميرات، يعني اي عدة ممكن الواحد يشتري كمبتدئ. انا وصلني كتير رسائل وصلني كتير شغلات كيف ممكن انا اطور نفسي، او كيف ممكن انا اصير مصور محترف، او كيف ممكن ارفع من مستوى التصوير تبعي. كل هاي الشغلات راح نحكي عليها بفيديوهات قادمة، وبتأمل انه الكل يتابع عشان يفهم ويعرف كيف ممكن يرفع من مستوى التصوير تبعه ويستفيد من الدروس اللي راح نعملها ان شاء الله. بتأمل انه دروسي كمان تقدر تفيدكم وتعطيكم شوية معلومات تزيد من معرفتكم بالتصوير وترفع من مستواكم. طبعا انا راح اتطور معكم، راح اتقدم معكم، راح ارفع القناة معكم. طبعا هذا كله بدعمكم للقناة ومشاركتكم فيها. فانا راح يكون في عندي كتير شغلات اللي ممكن اقدمها، في شغلات اللي راح نحكي عنها دائما بالقناة. راح نحكي على برامج التعديل بعد ما نكون طورنا نفسنا بالتصوير وعرفنا كيف نصور وعرفنا كيف ننتج صورة، وبعد ما عرفنا ايش يعني تكوين، وبعد ما عرفنا ايش يعني قواعد التصوير. كل هاي الشغلات رح نحكي عنها بفيديوهات قادمة. رح يكون في عنا يوم مخصص، او رح اعمل يوم مخصص لتقييم الصور. كل شخص حابب يفحص مستوى التصوير تبعه، وين وصل وين صار وكيف تقدم وكيف الصورة هاي صورها او كيف الصورة هاي انعملت، بيقدر يبعث لي. راح احط كل قنوات التواصل تبعتي بصندوق الوصف من تحت. كل واحد حابب يبعث لي صورة عشان نقيمها، راح نعمل يوم مخصص لتقييم الصور. نختار 5-6 صور 10 صور اللي هو حسب الوقت اللي موجود معنا، ممكن نقيم الصور اللي راح تكون مشاركة بهاي الفقرة. الفقرة ممكن تكون خلال كل شهر مرة او كل شهرين مرة حسب كمية الصور اللي راح وصلني كيف ممكن نطور نفسنا. رح نعمل ورشات تصوير. شو يعني نعمل ورشات تصوير؟ انا راح اكون مستعد، او انه اي شخص حابب انه نعمل ورشة تصوير تكون مشتركة بيني وبينه، انه نعمل ورشة تصوير على اساس نتساعد كيف ممكن نطور نفسنا من ناحية تصوير عملي اكتر. لما بكون في عندنا تصوير الموقع راح يكون الشرح يكون اوفى والطريقة عملية راح يكون الاشي اهون واسهل. فكل واحد حابب يطور نفسه وحابب يعمل اشي من الشكل معي يتواصل معي يقول لي انا باليوم الفلاني ممكن نلتقي بمكان معين، بدنا نصور نوع معين من التصوير. كل واحد مبتدئ حابب يطور نفسه ويبلش بكاميرا احترافية ممكن ننصح بأي كاميرا ممكن يشتري، بأي عدسة ممكن يشتري. كل هاي الشغلات، كل هاي المعلومات ممكن أقدمها من خلال فيديوهات قادمة. فأنا مش راح أستعجل إسا أحكي كل المعلومات بخلال الفيديو هذا على أساس يكون في معنا وقت كافي. شغلة تاني، كل واحد شايف في صورة اللي هو مستصعب مثلا يصور زيها وحابب يصور زيها وملاقي صعوبة بتصويرها، فممكن كمان يستشيرني، ممكن يبعث لي الصورة، نحاول نعمل إشي قريب لنفس النتيجة اللي هي موجودة بالصورة اللي عنده. طبيعي مش راح نلاقي نفس المكان ونفس الزاوية، بس راح نعمل اشي اللي هو مقارب للنتيجة اللي هي موجودة معاه او الصورة اللي هو بعتها. وبتأمل انه الكل يشارك بهاي الفعالية. طبعا كمان راح نهتم بتصوير الفيديو، راح نهتم بالمونتاج، راح نهتم بالتعديل، رح نحكي على كل هاي المواضيع. وكل اشي بوقته حلو، كل اشي كل موضوع رح يكون له فيديو خاص فيه. طبعا انا رح امشي بتسلسل، يعني من ناحية كيف انك تبلش تصوير من الصفر
لا حديث ما تبلش تعرف تصور. الاحتراف برضو رح يجي لقدام لما انت بتتمرن بتتعلم تصير تعرف كيف تصور. التجربة هي كتير مهمة، رح احاول اوصل لكل دعوة رح تكون عندي. التجربة العملية رح تزيد اكتر عنا. كل ما رح نحكي اشياء نظرية، انا فاهم انه الاشياء النظرية هي جدا مهمة لتأسيس الاشياء العملية، فاحنا بنتعلم اول شيء نظري بنحكي شغلات اللي هي نظرية اكتر، بس لما رح يزيد الاشياء العملية رح التجربة تبعتك من ناحية تجربة عملية تعرف امتى فتحة العدسة تزيدها وامتى تسكرها امتى تفتحها، كلها هاي الشغلات هاي من خلال التجربة العملية رح تزيد معك. بتأمل انه انا قدرت من خلال الفيديو هذا احكي كل اشي بدي احكيه او اوصله لكياته بشكل عام. بتأمل كل واحد عم بيشوف هذا الفيديو او عم بيشاهد هذا الفيديو يشارك عندي بالقناة، يحاول يدعمني، يحاول يطورني معه. تكبس لايك اذا الفيديو عجبك طبعا، فعل زر الجرس بكون مشكور جدا على اساس يوصلك كل جديد. رح يكون عندي محفز وانا بفضل انه انتو تكونوا المحفز تبعي تدعموني على اساس اقدر اعطيكوا اكتر من وقتي والتزم معكوا اكتر، فانتو ادعموني بالموضوع هذا على اساس اقدر اطور القناة. خلينا نكون زي ما نقول، خلينا نقول سنة 2021 تكون فاتحة خير علي وعليكو. خلينا ننسى سنة 2020 اللي سكرت علينا وخنقتنا، عملت كتير شغلات اللي هي بدنا ننساها. قنوات التواصل تبعتي راح تكون بصندوق الوصف، وكل حدا عنده سؤال استفسار اي معلومة حابب يعرفها بيقدر يتواصل معي من خلال قنوات التواصل الموجودة تحت. وبتأمل اشوفكم بفيديوهات قادمة. اشوفكم، سلام.